موجود في المكان اطلع لي. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا طب خليك زي ما انت. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. اخوان الشباك هذا كان مسكر، خليش اعطيني اشارة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. اخوان قريش اخرين هون. شفتوا يا اخوان كيف الشباك تحرك؟ بسم الله الشباك. بسم الله الرحمن. بسم الله. اخوان خلينا نجرب المراية اذا بطلع لنا ولا لا. نجرب اشي على المراية. قريش انت موجود؟ اذا انت موجود اظهر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الله التامات من شر ما خلق. مش موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. قريش اطلع لي اذا انت موجود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخ خلينا نرجع على السناب على المراي. قال على السناب ما اني بلشت اخربط يا اخي. المراي شو مهزوم يا انا. خلينا نشوف المراي يا اخوان. يا اخوان خلينا نجرب ننظفها. بسم الله عشان نشوف اذا بيطلع لنا شيء ولا لا. بسم الله. ايه نذوق حال. خلاص يلا هيك منيح. بسم الله. قريش اذا انت موجود اظهر لي. اخوان ضلنا هيك شوي على المراي. نصور السنابات اللي بعدها كمان على المراي. في شي ظهر قبل شوي. خيال او اشي زي هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان بس خليني اشغل الكشاف الثاني لانه ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف خلينا نطلب من قريش يا اخوان اذا هو موجود بكون يظهر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قريش اذا انت موجود في المكان اطلع لي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طب خليك زي ما أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان حكى معي ولا تهيأ لي؟ سمعت صوته إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت طلع يا اخوان وانا بدي اطلع من المكان بعد اللي شفته واللي صار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان والله العظيم انه صوته بخوف. صوته بخوف صراحه. يعني قديش انا غمرت يعني اليوم قلبي رفرف. بس اول مره في حياتي وثاني مره ثالث مره في حياتي هاي
انه مصادفني يا اخي موقف انه يطلع في صوت شخص بيحكي. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله، صرت خايف ادخل جوا. انا صرت خايف ادخل جوا يا اخوان. ارجع للمراية شوي. قريش، قريش، اطلع كمان مرة عشان ابطل ارجع المكان. مش بدك تأذيني، اطلع لي كمان مرة. ما راح اذيك. بدك تأذيني، اطلع لي كمان مرة. انا ما راح اذيك. اذا مطلع اطلع كمان مرة يا قريش. تخافش، مش راح أذيك وانت ما تأذيني. بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان. حكى لي بده يأذيني، هددني، مش عارف شو حكى. حكى اشي غريب، بس انا فهمت انه شاعر الجن. انا اني شاعر الجن، انا هيك فهمت منه. موجود اخوان، صار لازم اطلع من المكان وانسحب صراحة. خاف في الكشاف، بس مش عارف امسك الكشافين. بسم الله، طلع كشاف الدين شو يطفي. بسم الله، قريش، قريش طلع لي، ظهر لي يا قريش. طب اعطيني اي علامة. اخ، وين بطلع؟ ان شاء الله برجع لكم بسنابات تاني ان شاء الله يا اخوان.